أهلا من جديد. الكويتية والعراقية والمصرية وحتى السعودية الدارجة بمختلف المناطق الجنوبية والشمالية هي لهجات أجادتها الطفلة السعودية فرات، حيث انتشرت لها فيديوهات وهي تقوم بأدوار وشخصيات مختلفة. هذه الشخصيات تفاعل معها كثيرون، فيما حظيت الطفلة باهتمام كبير حيث يتابعها على حسابها في إنستغرام وحده أكثر من 600 ألف متابع. وهذه قصيدة من خاطش أم هديجة. يا مرحبا ترحيبة كلها لش، ترحيبة تكشيش من راسش لين ما طاش، ترحيبة صادقة ما بها غش، ترحيبة تبارك بكل الأخطاش، ومرحبا بش واللي بطيارتش واللي معاش، ولا تنسينا الكشري هذا أهم شيء. ومن العاصمة السعودية تنضم إلينا الطفلة فرات السعدون. أهلا فيك معنا يا فرات. يعني ما شاء الله بتقدمي برامج وبتشاركي في برامج ومسرحيات وعندك حسابات بيتابعوها مئات الآلاف، يعني خلاص صرتي مشهورة يا فرات. كيفك استاذة سارة؟ الحمد لله حبيبتي، أنت كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. طيب دحين يا فرات، إيش قصة أم حديجان اللي شفناه في المقطع؟ والله يعني أنا فجأة يعني رند تكون إن أنا مو أم حديجان، هي تكون فتيكات، فأنا حبيت بس إني أرد عليها بالخليجيين، يعني إنه حنا العامي إنه السعودية كلها خير، وبالخاص إنه الجنوب بعد إنهم كلهم خير. طب جميل جدا. طب فرات انت كمان بتجيدي اكثر من لهجة تقلديها صحيح؟ ايه. مثلا زي ايش؟ سمعيني شيء ورينا شيء. والله يا استاذة سارة يعني اذا انا قلتها كذا حتكون خايسة، يعني لان مو راح تكون لها حل انها حلوة، لكن اذا قلتها فجائي راح تكون حلوة. يعني مثلا ماما تطبخ بالبيت أقول لها مثلاً اليوم بشمت بس دياي تكون حلوة، يعني فرفوشية. فأنتي دحين حتستغلي لحظة من اللحظات وتعملي لهجة تانية يعني صح؟ إيه. طيب مين بيساعدك يا فرات في موضوع أنك أنتي تتعلمي التمثيل التقديم؟ مين بيساعدك؟ أنا والله يعني اللي يعني وقف معاي وقال إنه موافق إني أشتهر، لولا الله ولو مو أمي وأبوي كان الحين أنا ما اشتهرت. طب ودحين الناس مثلا بيعرفوك في الشارع يا فرات، بيعرفوك في المدرسة كده، بيعملوك معاملة خاصة؟ بالمدرسة ممكن أقول لك، وبالمحلات إيه، وبالمدرسة إيه بعد، بس إنه يعني بالمدرسة ما يعملوني معاملة خاصة، كأني طفلة عادية، أصلا أنا ما أحب يعملوني معاملة خاصة، أبي أصير كأني منهم فيهم يعني عادية. يا سلام يا سلام. طب أنت أصلا شاطرة في المدرسة؟ والله هذا السؤال شوي محرج. أنا يعني أنا الحين ما لما كنت أنا بالضبط يعني عمري 5 سنوات كنت داخلة الابتدائي، يعني سن تجاوز، يعني هذا يدل على ذكائي. يا سلام. ومن بعدها بعد 5 سنين خلاص نسيت الدراسة صح يا فرات؟ شوي ها يعني كنت أسحب شوي. الله الله. طب لا أتمنى إذا في أطفال بيتابعوا المقابلة دي يعني ما يسمعوا هذا المقطع. إيش حابة تكوني لما تكبر يا فرات؟ هل حابة إنك أنت تستمري في موضوع التمثيل والمقاطع وكذا ولا شيء ثاني؟ أنا والله إذا كبرت حابة اللي أسوي اللي يكتب الله، بس أهم شيء إني أكون يعني أكون بصمة بهذا الكون، أهم شيء إني يجون الناس اللي يقولون فرات يعرفون فرات. طب يا فرات يعني احنا حابين قبل ما نودعك مثلا تسمعينا لهجة ثانية ولا شيء؟ طيب انا بس بسمعك قصيدة الجنوب اللي قلتها الخويت اللي معي رند بالفرقة. طيب. يا مرحبا ترحيبة كل علش، ترحيبة تكسيش من راسش لين ما طاش، ترحيبة صادقة ما بها غش، ترحيبة تبارك بكل الأخطاش، وسلامتكم. يا سلام، شكرا لك. احنا اليوم سعدنا بوجودك معنا يا فرات، وبنتمنى لك التوفيق. كانت معنا سارة. ايه قولي لي حبيبتي. استاذة سارة. ايوه تفضلي. حابة اقول كلمة اخيرة.
أنا أحب أن شكراً أشكر العربية لاستضافتهم لي وخلوني يعني أتكلم باللي أنا حابته. وأنا إن شاء الله إذا كبرت حاب أني أكون واجهة إعلامية. ما تدرين يا أستاذة سارة يمكن أخذ مكانك. يا يسلم لي هذا الوش. إن شاء الله حبيبتي بكل التوفيق. وقتها أنا إن شاء الله حكون في مكان تاني أصلاً يا فرات كمان، فما في مشكلة. يلا بنتمنى لك التوفيق حبيبتي والنجاح في حياتك. كانت معنا من السعودية الطفلة فرات السعدون.